الكتاب إليه رجع هذا السيد الفين اليدين رحمه الله. ما صراحة ذلك فشد بي لأن هذا المشهود يوم القيامة حيبة مقدة في أي حاجة وخذ الجنبية الصغارة بسيطة وعدت ست سنين وعدت سبع سنين قوي على الجنبية مسكن ستين وين مريم مو شيء الله يحفظ ربنا ويحفظ جميع المسلمين. نطلب الله سبحانه عز وجل اللي دخل يا رحمه المغفرة أشي ديك نطلب الله سبحانه عز وجل سبحانه وشي نقول يا رب دخل يا رحمه المغفرة هذا أمر الله سبحانه عز وجل. إن الله وإن إليه راجعون. هذا السيد المسكين الذي رحمه الله ودائما كنقول لولا ربي والمؤمنين بحالكم ما كنتش السيدة وصل هذه الحالة هذه ست سنين الصراعات هو عاد وصل الأجل هذا أمر الله أمر الله عاد وصل ولله ما أخذ ولله ما أعطى وشكرا وألف شكر هذا دائما كنقولها ولولا ربي الحبيب والمؤمنين ما كنتش حيبة وصلها الساعة هذه ولولا جرينا معها فوق الجهد ما خلينا شي حاجة ما دقينا شي أي باب دقينا فيها سبيطارات ما خلينا شي مطعة حدث مطعة كبيرة سعادة نعم مطعة كبيرة جدا سما صراحة الله لك نشهد بها هذا النهار هذا مشهود يوم القيامة حيبة مقدة في أي حاجة وخلت جود بنيتها الصغار يمسك وعدت ست سنين واحدة سبع سنين واحدة كتقرا في الحضانة واحدة في المدرسة عندها الثاني ايوا قدر الله هو هذا ما خلينا شي حاجة ما عملناها شي ولا درتي معها لحظات ماتت لي في يدي مسكينة وتنشهد لها مسكينة ماتت لي في يدي يعني انت يعني الحمد لله الضمير ديالك مرتاح بقيتي معها حتى الاخر لا الحمد لله والشكر بقيت معها من النهار اللي مرتص من النهار اللي مرتص في 2016 اخر 2016 إذا تل أنا بقى 2021 شهر واحد شهر أربعة شهر واحد وصل أجل خلصنا سبيطار السر الملايين وشي 205 خلصنا صافي باقي شوية الكريدي عند الناس يسالوا للناس تقريبا شي 13 مليون يسالوا للناس تقريبا شي 13 مليون كيسالوها للناس دابا ما شاء الله يا ربي عاون نمشيو تدريجيا شويه بشويه تيفرج الله سبحانه عز وجل علينا وعلى جميع المسلمين اش اللي كنطلب الله سبحانه عز وجل الله يحفظكم جميعا يا ربي اللي كيسمعنا من هذا المنبر الله تعالى وكيحفظ له وليداته واهله ونقول لكم اخوتي واحد الخبر لانها حبيبها هي ماتت وكاين الوف حال حبيبه نترجو من الله سبحانه عز وجل نطلب الله سبحانه عز وجل من المسؤولين ديالنا يشوفوا هاد الناس السرطان راه العادو كياكل بنادم وهما مروا بحال هكا نقولوا حنايا ديك الضحيه كياكلها شويه بشويه بشويه حتى يساليها نطلب الله سبحانه عز وجل يدخل عليها الرحمه والمغفره اش اللي كنطلب الله سبحانه عز وجل صباح وعشيه نقول يا ربي يدخل عليها الرحمه والمغفره هذا اللي كاين اما الناس اللي في حالهم ساكن الله تعالى وتبارك يشافيهم قريب هذا الشيء اخوتي زعما ما يتصورش في العقل السرطان صعيب 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 بزاف بزاف شهر 8 دابا تقريبا شي 19 مليون وما ودوني جدوى بدون جدوى حتى غرام واحد النتيجه ما كاينش عينا نسلفوا من هنا رقع من هنا سلف من هنا ولكن الحمد لله الحمد لله انا نقول لولا ربي الحبيب والمؤمنين والله حبيبي ما وصلنا السعاده ست سنين الصراع مع السرطان ست سنين ماشي سهله تقريبا شي 100 مليون اللي مشات غير 80 هذا ست سنين اللي ما نسلفوا عينا ما نسعوا عينا تقريبا شي 100 مليون عينا من ست سنين الدقديق اختي ديالي ست سنين الراديو تاعها المهم ماشي داك الشيء صعيب اخويا كانت خوفانه عليك تدخل حتى داك الشيء وتخوفانه اختي هذيك الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله داك الشيء كتخلصوا هذا من فضل ربي باقي عين الناس دابا ربي الحبيب يفرج علينا وعليكم وثاني واحد اخوتي بان انا ماشي مرصن في الشركه النظافه الارما هذا هو المشكل الكبير اللي عندي ماشي مرصن ما نقدرش نسلف من البنوك مثلا واخا تسلف خطر غدا بعدو يوقفوك
ويسلف صعيبه 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 بزاف تسلف البنك. اذا حنا قدم بالكونترا 8 سنين وانا قدم في النظافه بالكونترا. نتمنى من الله يسمحوا الله يسمعونا المسؤولين يمدوا لنا يد المساعده يرسمونا باش نعاون نفكوا هذا الدين ديال الناس تسلفوا من البنوك ونفكوا الدين ديالنا. هذا الشيء يا خوتي صعيب والله يحفظنا في جميع المسلمين. الله تعالى وسبحانه كان يدخل الرحمه والمغفره على حبيبه واللي في حاله واللي صحيح اللي مريض في حاله الله يشافيه. الله تعالى وسبحانه يشافينا جميعا يا رب. قوينا على جود بديت مساكن ستيتوين مريم وشيماء الله يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين. هذا اعز ما عندي في الدنيا هما مريم وشيماء ديال المساكن. واخوتي سمحوا لنا وتحيه والف تحيه اللي كيسمعنا من هذا المنبر يشوف بينا بعين الرحمه عسى ربي الحبيب يمدوا لنا شي مد مساعده نتوظفوا باش نسلفوا مبلوكه باش نردوا الدين للناس. هذا الشيء اللي كنتمناه من الله سبحانه عز وجل. الكونترا صعيبه الخدمه بالعقل صعيبه اخوتي صعيبه بزاف. اي سعاده ما تقدم دابا انا في شهر واحد غتقاد الكونترا ما عرفتش باش يقولوا لي غدا ولا بعد. دابا انا عندنا الجنازه اليوم غدا ولا بعد ما عرفتش باش يقولوا لي كذا نرجع نخدم ولا لا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.